ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير دايما. معاكم جو من قناه كرش بوي، ومعايا حبيب قلبي عم العالمي كوكب. حبيبي جو، وحشني يا ولد. انت اكتر والله يا جو، وحشنا جدا جدا جدا. النهارده مطعم قريب الى القلب وليه ذكريات من ايام الطفوله، منذ ان كنا انا والاستاذ كيرو في المدرسه ابتدائي تقريبا، من اولى ابتدائي تانيه ابتدائي. عشق، هيام، قصه حب. بس بقالنا حوالي ممكن نقول 10 12 سنة. لا 5 6 سنين. انت 5 6 سنين انت معايا والله. هو مصمم ان انا جربته معاه من 5 6 سنين، بس انا مش فاكر حاجة. يعني اللي انا فاكره في دماغي هو اللي اكلني منه يعني، بس ولا فاكر اي حاجة والله. انا اللي انا فاكر له اخر حاجة، اخر ذكرى حلوة معايا من حوالي 10 12 سنة، انه مطعم شاكر، كباب شاكر. كباب شاكر اللي في مصر الجديدة في ميدان هيليوبلس. ده الراجل ده من ايام الثمانينات تقريبا فاتح، ممكن قبل كده كمان، قبل كده مش عارفين يعني. من اقدم الكبابجية في مصر، ومن اقدم الناس اللي عملت شاورما وعملت كفتة وعملت طرب جبنة، شوية حاجات تلم المنيو كله. احنا جبنا حاجات تفكرنا بالذكريات بالظبط، ولو الدنيا لسه بخير يا رب هنجيب المطعم كله. اكتبوا لنا في الكومنتات تحت لو حابين نعمل المنيو كله، طبعا بعد ما نجرب التجربه المبدئيه دي، ويا رب اتمنى انها تعجبنا باذن الله. اتمنى كمان، ومن اجل هذه اللحظه السعيده عايزين 20000 لايك يا جماعه. مش هنتنازل عن، انا مش هيأس، هفضل اطلب ال 20000 لايك، هنفضل معاكم لغايه اخر العمر. ويا ريت تشيروا الفيديو ده في كل حته، واللي ما اشتركش لسه في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. هنجيب كل ما هو جديد ونعود اليكم. وها قد حضرت الاشياء. ايوه في هنا شنطة فيها عيش، ملوخية. يا لسه في ناس بتبعت عيش، عيش وحوالي 7 معالق. ادي ساندويتش، وادي ساندويتش، وادي علبة، وادي علبة، وادي ساندويتش، وادي علبة. اوعى توقع العلبة عليا يا ماصر. تومية، وادي فتت شاورما ميكس، وادي علبة معرفش جواها ايه بقى، وادي هنا حاجة تانية. تمام، جبنا كل حاجه اهو، هتفكرنا بالايام الجميله. مش عارف ايه اللي محروق ده، ربنا يستر. هنظبط الحاجه دي كلها ونرجع لكم تاني. اوعوا إيه تروحوا اي حته، راجعين لكم على طول. وبعد مرور ساعتين ونص الا 5 دقايق، دقيق قوي. اول حاجه هنبدا بيها النهارده دي شوربه شعريه، وسعرها 20 جنيه. الصراحه الاسعار هنا جميله جدا. تمام، قولوا لنا مبروك بقى علشان الانتاج عالي. احنا اختنينا، جبنا بولتين لومينارك. سعر البوله 30 جنيه مكان الشراء كارفور سيتي سنتر الماظة. احنا مكلفين قوي بالصلاه على النبي. يلا بينا نبتدي وندوق عمي الشوربه اللي بالشعريه اللي ريحتها بصراحه ظريفه، وفيها جزر. يلا فيها خضره، فيها خضره كتير، جزر وفلفل وبصل الوان ولحمه، زرز لحمه اهي. بص هنا اهو قدامك اهو، في علقتك اهو اهي. يلا ده فيها لحمه كمان يا مهوي، ما شاء الله. طعمها جميل جدا. بس هم مش باعتين ليمونه، بس احنا هنلتمس العذر ونقول اي بيت هيبقى فيه ليمون. بس جميله. لا انا بالنسبه لي مش محتاجه ليمون طبعا، انا هذا الطعم مكيف بالليمون. هي جميله الصراحه، مفيش اعتراض. حلوه كبدايه كده، انك ايه تجهز معدتك مليانه شعريه قدام. طيب مبدئيا بالنسبه للشوربه ما عنديش مشكله، دي 10 من 10 بالنسبه للشوربه ب 20 جنيه بالحلاوه دي والنظافه دي. هتفق مع جو الصراحه، ما اقدرش اتكلم يعني. هو انتوا ممكن تشكوا في الواحد بس والله. لا هيشكوا في ايه يا باشا؟ هيشكوا في ايه؟ ما اكيد هيقع يا باشا. اول حاجه في شاورما محروقه، فاتت الشاورما هتتنفخ لما تيجي، بس ما عندناش تطبيق. الشوربه جميله فعلا، التتبيله بتاعتها حلوه، اللحمه طعمها حلو، الخضره طعمها جميل، فعلا مش ناقصه اي حاجه. القناه هنا ما فيهاش تطبيل بربع جنيه والله العظيم. احنا بنقول بما يرضي الله، واحنا الحمد لله مش محتاجين حاجه من القناه دي. احنا الحمد لله يعني الراجل ده عنده البيزنس بتاعه الخاص، وانا عندي البيزنس بتاعي الخاص. احنا بنعمل حاجه ترفيهيه لينا، وتقريبا الشيف شربيني وضح كده في الفيديو لما كنا معاه، هو فاهمكم كل حاجه، اتفضحنا قدامكم وعرفتوا عننا كل حاجه. 10 من 10 اول حاجه، ويلا بينا نخش على اللي بعد كده. والان مع طبق الدولمه المشكل، هم كاتبينه دولمه، والدولمه دي عراقي، يعني ده المفروض انه في التاتش العراقي، مش ورق عنب او مشكل محاشي زي بتاعنا، كاتبين دولمه. والسعر مفاجاه، السعر 22 جنيها. ماشي يمشي الحال،
يلا بينا نترك العادة هندق الأول ورق العنب. يلا ورق العنب فعلا شكله مختلف تماما، تحس انه واخد كده شوية لهب محروق. يلا بينا ندوق عم الدولمة ده. ده مختلف تماما. ايه ده؟ ده فعلا دولمة مش لا هو ورق عنب بس من ضمن الدولمة، يعني بطريقة العراقيين الى حد كبير مش الطريقة المصرية. طب هو طعمه جميل؟ مختلف قوي، في تيست شوي كده في الموضوع، في تحس انه متاخد على الجريلا ممكن. مختلف ولذيذ. بس هل انا احب ولا احب الورق العنب المصري المزز ابو ليمون ده؟ لا طبعا اروح مع التاني، بس ده تجربه مختلفه ولذيذه. قول لي رايك. انا الصراحه عجبني، بس لو هقارنه فعلا بالمصري المصري يكسب بتاع بيتنا الصراحه. ما فيش بعد الاخر دو هنخش ايه بعد كده؟ الدوسه. ايه برافو انا احب. ايه ده؟ هي ليه الموضوع ما كانش سلس كده؟ يلا بينا هيدو. يلا بينا. بس انا بخلي طبعا انا اروح زي كده. لا مجلده طبعا اللي بره دي مجلده، وتحس ايه ان الموضوع نايف ناي، والتوابل من جوه مش قد كده، والرز معجن جوه، يعني مش عارف ازاي الرز معجن جوه وهي من بره فيها سنه نشفان كده مجلده، تحس انها مش مستويه. الميكس مش ميكس ده بالنسبه لي انا. نسمع راي عم كوكب. الكوسه فعلا مجلده وفي افتر تيست مراره رهيب، مش حلو يعني. بصوا لما اجي اسقط الشوكه فيها ومن جوه الرز فعلا معجن. بصوا الرز خلاص، ده الرز طلع لغايه ما بعد كده الشوكه غرزت. لا والرز معجن خالص اهو، واضح قدامكم. أيوه. اهو لا فما عجبتنيش الصراحه الكوسه خالص. لا ولا انا بكاتا يعني. بص الرز مسك في ايدي ازاي من كتر ما هو معجن، يعني غريب. الرز من جوه معجن ومن بره نيه، يعني من بره لا ده في طعم مرارة رهيب كمان. لا ما انا ما انبسطتش من الكوسه تماما. خد لي بوك شوربه بس معلش يا جماعه. طيب هنخش باللي بعد كده طبعا. صفر، دي اول صفر معانا النهارده. هنروح للي بعد كده وندوق البرنجان بقى يا جدعان. البرنجان الاسمر انا اصطدت الكبيره. يلا بينا ندوق. تمام. الرزايه برزتها اهي. بصوا الحشو من جوه الرزه كويسه هنا، بس البتنجانه بتاعتي مره قوي برضه فيها مرار. ده انا قوي الاثنين. ده انا مره قوي. لا لا الكوسه كانت عندي امر، بس دي برضه مره. لا ده دي امر حاجه عدت عليا. لا ما هو انت نصيبك بقى. انا هدوق مره كمان بس معلش. ماشي برضه العيب في البتنجان. البتنجان مر مرار الدنيا والاخره. لا ما مش هقيمه ده، لان هو البتنجان هو اللي مر. الرز هنا يعني ماسك نفسه شويه بصراحه، مش مهري زي الكوسه. هو طعم المراره مش مخليك تعرف تجيب اي حاجه، بس هو رز فعلا مش مهري. طيب يلا بينا ناخد انا الزغنونه دي تكملني خدت الكبيره. فلفلايه ما شاء الله. الفلفل المفروض هو اللي بيظبط التجربه، وده عن تجارب كتيره يعني. يلا يا عم كوكو يلا بينا. حتى لو مش حلو بيبقى احلى اللي موجود. الرز معجن فعلا، بس طعم الفلفل جميل جدا ومسكر ومدي يعني ايه احساس حلو. وكالعاده الفلفل يكتسح ويتفوق. الفلفل لوحده هديله 8. الورق العنب او الدولمة ده اللي هو المحشي ورق العنب هديله 7-7.5. الكوسة والبتنجان الاسمر مجوش. اوفر اول هدي الطبق ده كام؟ قول كده 6/10. انا كنت ما بين الخمسة والستة، بس مستنيك تقولي الستة عشان ملخص المحشي المشكل. مرار طافح حقيقة. البتنجان ممرر جدا، الكوسه ممرره جدا جدا، الاثنين التانيين حلوين جدا. الرز معجن فيه بس طعم الفلفلايه حلوه جميله. اظبط حاجه كانت عندهم ورق العنب، هي الورق العنب ده حقيقي. بس فهو هياخد 6/10 كده يعني، اكراما لورق العنب والله. يا جماعه اتفقنا انا وكيرو في هذا الطبق. ويلا بينا نروح على اهم طبق، وهو اللي بياكد سواء المطعم ده جامد ولا مش جامد، انه طبق شوربه الملوخيه. انا كنت اقول شوربه، ما انا مش مجمع ملوخيه. طبق الملوخيه هنجيبه ونرجع لكم تاني في البوله اللي احنا جايبينها ب 30 جنيه دي 60 جنيه الجوز. اوعى تروح اي حته. ودي بقى ملوخيه ساده حجم صغير وسعرها 30 جنيه. الملوخيه تقيله يا جماعه. هو انا شامم ريحه كزبره. الوتوف كزبره. الملوخيه تقيله يا جماعه. الملوخيه تقيله وخضره، ويعني
يلا بينا ندوق. يلا بينا ندوق وهجايبين عيش عشان نعمل ايه ود البطه. يلا بينا ندوق الاول كده بالمعلقه. في بصوا الملوخيه تحس بالخضار بتاعها، تحس انك ماسك عرق ملوخيه وبتاكله. دي اول شرفه كده. نسمع راي كيلو في اول شرفه. انا رايي انا الملوخيه دي ما استوتش. يعني ورق الملوخيه انا شايفه صاحي جوه وعايزه ملح كتير، بس الملح ده برضو ايه حاجه شخصيه ممكن يعني. ملح كتير عايزه بس ملح كتير. هي يعني نيه ما اتخرطتش كويس. ما هي باينه استوت كويس. بصوا هي عامله زي ايه، استنى يلا، في حاجه بياكلوها الصعايده عندنا. احنا الصعايده يا جماعه عشان ما حدش يقول بالتالي اسمها ايه، خبيزه. دي خبيزه يعني اقرب ما يكون للخبيزه مش ملوخيه. ده اقرب ما يكون للخبيزه صح. يعني انا لو وريتكم الشكل والله العظيم لما مصورها لكم دلوقتي، استنى شايفين بقى المنظر عامل ازاي لما صورتها لكم كده. بصوا يعني ايه الملوخيه صاحيه. لما كناها بقى بلقمه العيش قول لهم ايه اللي حصل. الملوخيه هربت وبتاكل العيش لوحده. بتاكل العيش مع الملوخيه الخضراء، مع الخضار بتاع الملوخيه. بس عيش زي كانك تاكل عيش بجرجير كده. الصراحه طلعت اوت. ده مش اوت، ده اوف سايد. ده يعني ضرب جزاء. كباب شاكر عمال يهزر معانا يا جماعه. يهزر معانا يا جماعه. لا شاكر يا جماعه، شاكر متحمسين والله. قيمه وقامه. طلع من سنه 45، انا بقول لكم من الثمانينات، طلع من 1945. يعني الراجل بيتكلم قرب على 100 سنه، حاجه و80 سنه. ايه التهريج ده؟ لا نقيم بقى. احنا ما بنخافش من حد. انا دي بالنسبه لي كملوخيه 0/10. ما جاتش بنكله بصراحه خالص. ما عجبتنيش انا كمان الصراحه برضه. هحاول اشوف لكم حاجه من الجامده بتاعت زمان، ويا رب تبقى لسه جامده زي زمان. اوعوا تروحوا اي حته. والان مع شاورما فراخ سوري. الريحة اللي طالعة ريحة غريبة الصراحة، بتقول والله أعلم، بس أنا الريحة دي بتقول لي إن أنت يا جو لما هتاكل هتقول 10/10. هنشوف. سعره 30 جنيه. يلا بينا ندوق. أنا عمري ما دقت الشاورما الفراخ السوري من عنده. أنا وكيرو كنا بناكل من عنده الشاورما فراخ المصري اللي هي في العيش الفرنساوي. حد يفتي عليه. يلا بينا ندوق. هي كانت رايحة 10/10، بس بعد كده بتفكر من الأول. طب بتفكر ليه؟ مفتله خالص. هبوسك النهارده. انا مش هشيل جربيني. ايه ده؟ في عظمه في التوابل ما شفتش قبلها قبل كده، وما شفتش تفتيله قبل كده قبل كده. الفراخ مش مهريه. مش مهريه، مفتله. الصدر طعمه مفتل بطريقه رهيبه. بس هم ازاي بس التوابل رهيبه الصراحه. التوابل تستاهل 1/10. انا زعلان على الساندوتش ده. انا قلت لكم الريحه دي فيها 10/10. وفي خيار مخلل يا جماعه كمان، يعني هي ناقصه الحلاوه. عامل شغل عالي. طب يعني حرام، يعني انا عايز اطلع لكم حته فراخ اوريكم هي مهريه ازاي. بصوا انا بضغط عليها. بصوا مش مهريه، مفتله. بصوا الفراخ بتعمل ازاي. بصوا اهو الفراخ بتدوس عليها بتفرول في ايدك. بص اهو ده اللي بيحسه احنا جوه بقنا. فللاسف ما حرام والله العظيم. التتبيله والجمال ده يروح في الفراخ. والخيار المخلل يا جماعه انا ما وصلتلوش كمان. الخيار المخلل انا عايز اكل الساندوتش والله. هو مش عاجبني بس انا عايز اكل. انا زعلان والله العظيم، انا زعلان وربنا. دي اكتر حاجه يمكن زعلتني في القناه، لان انا هاكله برضو. انا لا مش قادر اكله بصراحه. طعم الفراخ وحش. انا مش عارف بقى الفراخ دي ليه عامله كده. هل كانت مركونه واتسلقت تاني ولا ايه؟ الشاورما بتتسلق؟ انا مش عارف. لا ما دي واخده سلق دي يا حبيبي. دي ما بص اللون، دي مش واخده لهب. شايف ولا لا؟ زعلان ولم مش عارف اقول ايه. يعني ده ياخد 10/10 المفروض، بس المفروض. اللي حصل فيه ده يوديه لصفر من 10. يعني من فوق قوي لاقصى حاجه وحشه، انك ما ينفعش تاكله. مش هقيمه ده، انا مش هقيمه. ونسمع راي كيرو. بصوا يا جماعه، هو كل اللي قاله جو ده صح 100%، بس انا الصراحه من كتر ما التتبيله عجباني والخيار المخلل كمان لانه في كتير عندي، ساندوتش رهيب. بس هم المفروض بقى يظبطوا موضوع التفتيله دي، لان فعلا عامله مشكله. انا مدياني طعم وحش في بقي للاسف. فانا عشان كده انا متضايق. بس مش هقيمه طبعا. هو فعلا ما يقيمش، لان هو لو كده ما فعلا ما يتاكلش. مش يعني مش كل الناس هتتقبله. لا خالص، انا مش متقبله بنكله. بس فعلا
تمام اتفقنا، او يقولوا لنا على التتبيله ونعملها احنا. اه نظبط احنا السوا على دماغنا بقى. الله يبارك لكم. بس بجد يعني انا عايز اروح، هروح اجربه تاني. لا لازم اجربه تاني. وبالكو شو كان عيشه الشاورما الفراخ من شاكر، انا كان عيشي الشاورما اللحمه. فانا دي بصراحه يلا عشان انا زعلان عايز انساها دلوقتي، هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم على طول. والان مع العظمه والعظمه لله وحده، ولكن هذا سجق ريحته خربت نخاشيش. بلدي سجق بلدي، اربع صوابع تخان كده. بص اوريكوا تخن الصابع عامل ازاي ما شاء الله. يا لهوي بصوا ايه ده، ما شاء الله ما شاء الله. ومعاه من جوه طحينه وطماطم وخيار مخلل وبتاع، ومظبطين الدنيا. سعره 27 جنيها يا بلاش، والعيش متنشف كده. اي نعم العيش ما كانش عاجبني من قدام، بس من تحت فيه سنه نشفان كده، ايه اللي هو متحمص. فهتدي تجربه حلوه. يلا عم كوكو يلا بينا. الطعابه والحلاوه دي اكسب بالله. هو واضح الموضوع ماشي معانا ازاي. ساصمت قليلا، هنا ساصمت قليلا من الحلاوه والجمال والتسوية وقطعة اللحم. قولها في جملة كده تضبط تقولها. ونسبة اللحمة مع الدهون، ايه الجملة اللي المفروض اقولها؟ ده افضل سجق ممكن. انضف وافضل سجق اكلته في حياتي عادي. لا دي سهلة جدا، سهلة جدا انها تتقال النهاردة. المفروض تتقال مش سهلة. لا فعلا من افضل السجقات اللي اكلتها في حياتي. توابل، نظافة، بهارات، مش بهارات اللي هي القوية اللي هي انت مش فاهم، لا انت حاسس بطعم اللحم مع البهارات القليلة. بهارات تخليك تستمتع بطعم السجق، تخليك تستمتع بطعم اللحم اللي جوه السجق، يعني فاهم اللحم اللي جوه ده ايه. تمام. 15 من 10 النهاردة فعلا، 10 على 10 مش ناقصه اي حاجة. احنا ازاي ما كناش سجق زمان من شاكر؟ ازاي احنا ما عملناش؟ مش عارف والله، احنا عمرنا بقى للأسف ما كنا سجق. احنا كان تركيزنا كله مع الشاورما، شاورما وكفتة والطرب. غير لي مفهومي عن السجق، يعني حطيني في ليفل تاني في السجق، وكل اللي هيجي بعد كده في السجق هيزعل لان هطعمه بشاكر. بالظبط، يعني للاسف يعني شاكر حط مقادير جديده للسجق ان احنا هنقيم عليها السجق في القناه هنا. السجق ما فيهوش غلطه ومحدش يعرف يعمله تقريبا حاليا في المطاعم اللي انا دقتها في المجال. بالظبط. جامد جدا، برافو شاكر من اجل هذا السجق الجميل بهذا السعر الجميل، 27 جنيه مليان سجق. افضل حاجه معانا النهارده. ويلا بينا، طولنا قوي معاكم، هنخش على اللي بعد كده. وبعد اذنكم بقى لنا كتير ما طلبناش لايك طول الفيديو، عايزين لايك يا جماعه، عايزين نوصل الفيديو ده 20000 لايك. يا ريت بعد اذنكم واشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، هنجيب لكم اللي بعد كده وراجعين على طول. وده بقى طبق مكرونه نجرسكو، وزي ما انتم شايفين كده حله نجرسكو يا جماعه. يعني حجمها كبير جدا وسعرها 35 جنيه. انا بص، هو مبدئيا يعني مبدئيا خالص دي مش نجرسكو، عشان النجرسكو سباجيتي. مكرونه بالفراخ، مكرونه فراخ ووايت صوص وبتبقى سباجيتي، ده مبدئيا. ايوه، فدي مكرونه بشاميل، ده بسم الله الرحمن الرحيم بشاميل، ده بشاميل. هو ده شكله بشاميل. واحنا في الفاتوره اهي هوريكم، في مش عارف هتشوفوها ولا، مكرونه نجرسكو. يا رب تبان لكم، زوم يا باولو علشان تبين مكرونه نجرسكو. لو مش باينه هصور لكم الفاتوره برضو، هتلاقوني سايبها لكم على الشاشه. ده بشاميل يا جماعه باللحمه المفرومه زي ما انتم شفتوها طبعا من فوق، مكرونه بشاميل صريحه. كيرو بيقول لي برضو ان في ناس بتعمل نجرسكو مقصوصه لام، فماشي انا اللي باكلها اغلبيه الوقت بتبقى بصراحه سباجيتي. ايا كان دي في الاخر مش نجرسكو. يلا بينا نتذوق. اوعى الشوكه بتدوب وتدوب، الحاجه كلها بتقع. هي مهريه تقريبا. مهريه، المكرونايه بتتهري. طيب يا جماعه، النجرسكو دي طعمها جميل جدا. البشاميل الابيض ده مش بشاميل، بشاميل هو حاجه طعمه قريبه للبشاميل، بس هو طعمه جميل جدا، توابله مظبوطه. اللحمه المفرومه برده توابلها جميله، برده مظبوطه. المكرونه ممكن تبقى مهريه سنه، بس يعني ها ماشي حالها. تمام. كمجمل انا هقول الطبق ده عجبني واديله 8 من 10. هتفق مع كيرو في كل حاجه الا في جمله واحده، ان هو قال ان دي نجرسكو. انا مش مع ان دي نجرسكو، انا مع ان دي مكرونه بشاميل. ولا انت قلت نجرسكو دي غلط؟ ولا انت خلاص؟ لا هي هي ما تبقاش نجرسكو، هي يعني تبقى بشاميل. تمام، ما فيش مشكله، متفقين في كل حاجه. وفعلا جميله، وروحوا جربوها، والسعر مميز جدا على هذا الحجم. سعرها ممتع، اتنين هياكلوها هيتلكموا حرفيا لانها تقيله جدا. يا
يا رب نكمل في هذه السعادة، ويلا بينا نخش في اللي بعد كده. والآن مع الرز بالكبدة أو فتة بالكبدة، بس هو رز أبيض بالكبدة يعني من أبو آخر زي ما انتوا شايفين كده شوية كبدة. ها كنت أتمنى إنهم يبقوا زيادة سنة، بس هو ب 23 جنيه ومن عند شاكر برضو، راجل بقاله حاجة و80 سنة ولا 80 سنة في المجال، فالدنيا كويسة. يلا بينا نتذوق يا عم كامل. يلا بينا. بسم الله. ريحة الكبدة بصراحة جميلة. يلا بينا ندوق. هي بتاعت زمان الكبدة. هي طعمها رائع. بس كانت عايزة رز بالخلطة. اللي خلصان. طلبنا رز بالخلطة كان خلصان. طعم الخل والثوم في الكبدة يا جماعة تحفة، باين جدا وجميل جدا جدا جدا. أنا حرفيا رجعت دلوقتي ل 12 سنة لورا. الرز بالأبيض الصراحة باظ الدنيا، باظ الدنيا. أنا مبسوط، أصل أنا ما دوقتش اللي بالخلطة الصراحة. أوه ده أنا كنت عايش عليها. أنا عارف، أنا كنت، أنا كنت عايش عليها. كنت بقى معاك كنت عايش عليها أيام ما كانت تقريبا ب 3 جنيه ونص، ب 4 جنيه علبة قد كده. كان يا جماعة كان سندوتش الكفتة ساعتها بجنيه. سندوتش الكفته البلدي النص البلدي ده كان بجنيه، كان ساعتها الرز بالكبده باتنين ونص او بتلاته ونص في الرنجات دي. هي نفس الكبده مختلفه تماما طبعا. عن عشان تبقوا فاهمين، مختلفه تماما عن اي كبده اكلتوها في حياتكم بتاعت شاكر منذ 12 سنه من ساعه اول ما انا دقتها حتى يومنا هذا. نفس الريسبي، نفس الطبخه. برافو. انا علشان بس حتة الرز ده ما عجبنيش خالص للأسف، للأسف هديها 8 من 10 لو كانت بالرز اللي بالخلطة اللي كنت بجيبه زمان اللي خلصان النهاردة، للأسف مش موجود. ف 8 من 10 غير كده كانت 10 من 10. دي 10 من 10. انت طالما عجبك الرز خلاص وش 10 أيوة من 10. ايوه الرز جميل الصراحة والكبدة جميلة، اتفق مع جوف كل حاجة. هي الكبدة وهم يا جماعة، مختلفة تماما. ادينا الطبق ده حقه وزياده تقريبا. يلا بينا على بعد كده، دعونا ننطلق على اللي بعد كده. نخش بقى على الفته الميكس. ده فته شاورما ميكس سعرها 45 جنيه زي ما انتم شايفين كده، يعني الطبق مليان وحجمه صغير شويه بس بالنسبه لسعره لا كويس جدا طبعا، هو يعني حاجه محترمه. بس يلا بينا يا جو. ماشي. انا في بس هنا مبدئيا حته لحمه شكلها يعني ما يفتحش النفس خالص، محروق، والريحه اللي كانت في الساندوتش الفراخ الجامده قوي موجودة هنا. بس هل الرز هيظبط بقى الفرولة بتاعت الفراخ دي ولا لا؟ هنشوف. يلا يا عم كوكا. وفي معاه جاي معاه علبة تومية ما شاء الله. تعال ندوق الأول لوحدها. يلا. لهذا الرز الجميل ده الفراخ. بصوا هي الفراخ فيها نفس حتة الهارية دي، بس ما ضايقتنيش قوي زي الساندوتش، بس ضايقتني، بس ضايقتني. تعال ندوقها بهذه التومية الجميلة. ده ايه ده؟ حتة ليا دي خليها يا باشا مع الايه؟ مع اللحمة. انا هدوق حتة فراخ بالتومية. لا بس التومية جامدة بس مش قوي. في الاول كده بتاخدك وبعد كده بتغفلك. ما عجبتنيش التومية زودت مزازة مع ايوه مع المزازة اللي اوريدي موجودة في الفراخ. لا ما عجبتنيش. بوظت التجربة هنا مع الفراخ. تعالى انا هقول تقييمي للشاورما الفراخ. لا انا ما برضه ما عجبتنيش. لا انا ما عجبتنيش. هو ما بفضلش بقى، لان انت مع كل ما بتاكل اكتر كل ما هتتعب اكتر. المزازة هتضايقك والهري هيضايقك قوي. يلا يا عم كوكو انا خدت، سامحني انا خدت بقى الليه، واديني شوية رز بعد اذنك. يلا بينا ندوق الليه مع الشاورما. بتقول حاجة، بتحاول تقول حاجة عشان اكلت الليه. فعلا الموضوع ناشف جدا. زي مش اي حاجه طري، والميكس مش لايق. يعني هو الرز تحس انه فوادي والشاورما فوادي تاني، بس محطوطين مع بعض كده غصب واكراه مش اكتر. لا مش اللحمه دراي جدا، ولونها انا وريته لكم في الاول واخده سوى لتمها. حته الليه بس اللي كلتها مع الشاورما كانت مديه تيست جامد، بعد كده لما تاكل اللحمه لوحدها ما جاتش ناشفه جدا. يعني انا ممكن اقعد عنده يا جماعه، ما فيهاش سنه عصاره بجنيه، ما هي محروقه، هي خدت حرق كمان. الطبق ده اوفر اول. لا ما جاش يعني ما فتت شاورما، ودي حلوه جدا بس مزه قوي بزياده مع المزازه اللي هنا بتدمر الدنيا. يعني هي جايه تزود الطينه بله، بس لوحدها انا عجبتني لحد ما.
نخش نختم باخر حاجه واحنا مخليين حاجه بقى ايه حاجه من عشقنا القديم انا وعم كيرو نختم بيها كده هنجيبها لكم ونرجع على طول. ودلوقتي مع الخاتمه يعني الملحمه انه الطرب يا شباب. شايفين الدخان؟ شايفين الدخان؟ طرب وشويه خضره وطحينه بس العيش قالوا مع العيش. العيش يا جماعه مهري بطريقه مش لطيفه خالص يعني هو احنا مطلعينه من العلبه كده او من الغلاف بتاعه كده مش ظريفه يعني سعره 38 جنيه ده نص ساندوتش والنص الثاني مع كيرو 70 طرب ب 38 جنيه اوكي يلا بينا ندوق يا عم كوكو يلا بينا. هو فين الطرب؟ ما هي السلطه في اول قطمه بتاع مش عارف انا لا انا اكلت سلطه بطرب بكل حاجه بس ما حسيتش بالطرب فايه ندي طرب لوحده. هو فين الطرب وطعم لها بالكفته وانت فين؟ انا هقعد اسال كتير. ده هو كفته بس من غير طرب. وفين لها بالكفته كمان؟ تحس انها كفته بيتي دي مش كفته سيخ يا جماعه. كفته مش مخرومه وريهم بس قبل ما تقسمها ايوه دي مش كفته ولا حياتي. ولا في جوسي ولا اي حاجه. ولا في سيخ مكان السيخ. دي مش كفته حياتي. الناس دي بتشتغلنا ولا ايه؟ يعني لا طرب ولا كفته. لا 38 جنيه راحوا فين؟ شاكر ما كانش كده زمان يا جماعه. لا لا خالص ده كان عشقنا الطرب ده طرب والكفته من شاكر دول كانوا ضرب نار والشاورما انا ما اعرفش ايه اللي حصل في الطرب الصراحه. هو فين يا عم؟ فين الطرب ولا فين الكفته اساسا؟ لا 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 ختمها مش مسك خالص للاسف. طب هو عنده حاجات جامده قوي وحاجات واقعه قوي ايه ده؟ طيب ايه التهريج ده؟ مش عارف والله احنا كده احترنا يا جدعان مش عارف. طب يا جماعه لو حابين نعمل المنيو الكامل بتاعه انا متشوق لان هو عنده حاجات جامده قوي بصراحه. انا ما رجحش. اكتبوا لنا في الكومنتات تحت حابين نعمل المنيو كامل هنعمله مش حابين نعمله مش هنعمله. اوفر اول النهارده يا عم كوكو ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبناش كتير؟ ايه اللي عجبك؟ السجق كان وهمي. اوه الشوربه اللي بالشعريه كانت تحفه جدا تحفه. ايه تاني؟ المحاشي طلعت، الملوخيه طلعت، ما فيش حاجه جامده قوي. الفته طلعت، ما فيش حاجه جامده قوي. النجريسكو كانت مش نجريسكو بس كانت جميله، كانت حلوه ماشي. طيب فلنقول احنا متفقين في الثلاثه دول. هقول لكم انا بقى الثلاثه الوحشين اللي احنا هنبقى متفقين فيهم. الملوخيه اللي هي مش ملوخيه اللي هي الجايه خضرة كده زي ما هي، والطرب اللي مش طرب، والطرب اللي مش طرب، والفته الشاورما اللي هي مش فته شاورما، وسندوتش الشاورما، السندوتش بتاع الفراخ ده اللي هو اللي انا سايبه هناك ده اللي كان ريحته جميله بس للاسف الفراخ مهريه وادتني طعم وحش كده. ده جامد قوي بس لو كانوا ظبطوا التسويه. ما علينا قلنا لكم بقى الملخص كله انا وعم كيرو متفقين في كل حاجه النهارده. عجبنا الفيديو في حاجات وما عجبناش في حاجات. يعني الرز بالكبده صحيح نسينا نقوله. الرز بالكبده الكبده على 100. الرز لما تعوزوا تجيبوا رز بالكبده هاتوا الرز بالخلطه وهو خلصان. يعني احنا لما طلبنا خلصان لان هو فعلا بيبقى عليه طلب جامد قوي. الرز بالخلطه بيبقى جميل مع الكبده. جربوها هتدعوا لي. ده تالت حاجه بالنسبه لنا احنا الاثنين الرز بالكبده. سيبك من النجريسكو. لا لا سيبك من النجريسكو. بس يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. وزي ما قلت لكم لو حابين نعمل لكم المنيو الكامل هو عنده بقى حمام ومشويات وفي قصه كبيره قوي سكشن كبير قوي كل حاجه عنده كل حاجه. بس بعد اذنكم من اجل هذه اللحظه نوصل الفيديو ده 20,000 لايك ونشير في كل حته يا جماعه. واللي ما اشتركش لسه في القناه يشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو. سلام.